بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دروس فيزياء بالنسبه للسنة الأولى إعدادي مسار عادي ومسار دوري. الدرس الأول الماء وكخلاصة. دابا لو ديال كاسيدي الماء ستروف يوجد فين تيقدر يكون عندنا الماء؟ أين يوجد الماء؟ مثلا في الأتموسفير. شنو هو الأتموسفير؟ غلاف جوي. غلاف جوي فوالا. يقدر يكون ثاني فاش لي زوسيون. شنو هي أوسيون؟ البحيرة ولا هنا هذا المحيط والمحيط البحار وعاد لي ريفيير كيما الانهار ولي فلوف. اذا هذا هو الماء فين تقدر يتوجد. اذا دائما سور لا تير لو سو تروف دون لي اوسيون لي مير لي لاك لي ريفيير لي كور دو مجاري المياه لو لا نيج اي الاتموسفير. فوالا le plus grand réservoir. Mais c'est un réservoir. Je veux réservoir. 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 Il est le plus grand réservoir d'eau sur terre et celui d'océan et de mer. Quel que soit dit. Le bihar ou le mahidat, il y a qui m'y a qu'à bien amina. Le ma. Voilà. Il y a l'eau qui est deux. جوج الحالات ديال الماء. كاين الماء كاين لو شوف معايا دائما كاين لو سميتو لو سالي او المالح ولو دوس المالح برافو ولو دوس صالح الشرب زعما دوس يعني صالح للشرب للشرب. واو اذا الحمد لله هذو هما العباره عن المنابع ديال المياه. وندوزو دابا سور لا تير لو اكزيست سو تخواف ايتا physique. Quelque chose des états physiques de l'eau. C'est comme ça. L'eau de salée. Salée. Il y a aussi deux salées. L'eau salée. L'eau salée. L'eau salée. Il y a 92% ان نلخصوا هذه سور تير يعني فوق كوكب الارض سور تير لو الماء اكزيست اكزيست شنو هي يوجد سو 3 فورم سو 3 حالات سو 3 ايتا سو 3 ايتا حاله سو 3 ايتا فيزيك هما اللي مهمين بزاف هو الدرس بلوز امبورطون انفورماسيون سي ايل اكزيست 3 ايتا دو لو شنو يلقى سيدي لي ما سوليد صلبة زعما سوليد تنقولو سوليد ولا صلبة ليكيد او غاز غازية. اذا شنو هي سوليد؟ هي صلبة بالعربية وهذا الشيء ليكيد هي السائلة. وهنا شنو الغازية مزيان هادو خاصكم تحفظوهم باش يكونوا هما الاسئلة ديال الفورم. يقول لك sur la terre l'eau citer les trois états physiques de l'eau et vous goulin citer ou là indiquer ou là dire ou là شي حاجه فهمتي غيقول لك سيدي شنو هما لي زيتا فيزيك ديال اللغه نقول ليه لي باسوليد قول لي باسوليد لي غازيه لي غازيه الغاز يعني فابور فوالا سوليد بالنسبه لسوليد في كاين ديال لي غلاس نعطيو مثال الغلاس ها لي غلاس او جليد ها زيد نيج تا هو سوليد صلب فوالا وكاين غرولي ولا غرولي فوالا بحال شي تبرو ولا شي ليكيد لي تاع ليكيد فين كاين لي بلوي كاين في البلوي وفي لي لاك ولي في البلوي كيما قلنا ولي غيفيير كيسرا. اما الغازيه اللي زوينه هي السحاب ولا فابور فوالا بخار الماء عقل بخار الماء النياج او البخار. قال لك فابور دو انفيزيبل دون لا فابور دو هذا البخار ديال الماء انفيزيبل ماشي انفيزيبل غير مرئي غير مرئي في الاتموسفير في الغلاف الجوي. اذا فابور دو عقل فابور هو البخار المائي
انفيزيبل يعني غير مرئي دون لاتموسفير صافي الحمد لله هادو هما لي تا سوليد لي تا ليكيد لي تا غازو اخر فكره ان شاء الله نساليو هادي في الدرس الحمد لله انا درس بسيط جدا هو كيفيه هي كيفيه السيكل تنهضروا على حاجه سميتها سيكل دو في او سيكل دو لو دو لو فوالا سيكل دو لو او دوره مراحل الماء مراحل الماء او سيكل دو او دوره المياه فوالا اذا شي يكون عندنا تيكون عندنا هنا بحار تكون عندنا هنا اشعه الشمس وراء وديان واشنو هاد هنا اشنو هاد اشعه الشمس تتسلط على المياه اللي ابليكي على شالور اللي ابليكي او تيولي عندنا فابور اش يولي عندنا تي غير عاد تيولي نوع فابور سحاب فابور والفابور تيولي عندنا على شكل نياج وفين تكون هذيك الحاره ومن الحاره تعقب ثاني يطيحوا في السابطاج ميغ لي زوسيون ولي ريفير تقدر يرجع حتى للبحر بالعربيه تيكون عندنا اشعه الشمس تضرب في البحار وفي الوديان وفي البحيرات تيتبخر هذاك الماء وداك البخار تيولي على شكل سحب وتعقب ينزل على شكل امطار وهذيك الامطار تعقب ترجع اما تتعمر تيعمروا لي لاك وتعمروا الابار وتعمروا لي ريفير والواد بعض الاوديه تصب في المحيط يعني تجيو عندنا سيكل يعني دوره على طاب نيميرو على طاب لخصوها بالكتابه سيكل دو سيكل دو في بور فيني سو بوتي شابيتر سي اولا كتبوا عندنا هنا لو الماء لو ليكيد هذا لو ليكيد اللي كاين فين كاين في لي مير قلنا وقلنا كاين فاش في لي لاك ولي زوسيون والمرحله الاولى اش يولي عندنا واحد فابوريل سي اي فابور يتبخر فابوريزاسيون سي فابور اش يولي عندنا نياج باش نحصلوا على شنو نياج نياج او غيوم او سحاب وهنا تتساقط ها تتساقط في اش تتساقط فين على شكل امطار فين يعني طومب يعني تسقط هي طومب بالعربي تسقط سور تير سور شنو قلنا سور تير واه وهنا عاتي تروتورنا اش قلنا هنا روتورني فيغ لو بوين دو ديبار النقطة اللي دايرة فيغ لو بوين دو ديبار شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء.